بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم راح ناخذ محاضرة على ال HbA1c اللي يحدد لنا السكريات. السكريات طبعا احنا في بالجي بال HbA1c محددين مسبقا هي لنا ثلاث سكريات احادية، ثنائي السكروز وجلوكوز احادي وفركتوز، اللي هو يشكل مكونات العسل الأساسية من الكربوهيدرات. وهذه ببصمة، يعني بصمة انه فركتوز كلوكوز سكروز، يعني فركتوز 40 كلوكوز هو 30 حدود مالته، وسكروز دون 5%. هذه البصمة الرئيسية للعسل. الاكثر اجهزة استخداما نستخدمها هو الـ HbA1c. الـ HbA1c هو اللي راح يعطينا هذه الكميات من خلال عمل ستاندرد كير، ونحقن في الجهاز وراح يظهر لنا كمية السكريات هذه على شكل بيكات. اليوم احنا راح نشتغل غير شغل، بما انه عندنا عصائر يوم عصائر طبيعية مختلطة من يا عصياء انواع عصائر، مجموعة فواكه، يعني بين التفاح وفراولة وموز ومجموعة هذه المجموعة سوينا لها تخفيفات اللازمة إلها، نعم، وحقناها حسب البيبرات العالمية، يعني البحوث المنشورة سابقا. نشتغل حسب، احنا هنا راح نشتغل فقط ثلاثة دكتور محمد، هنا ثلاث سكريات ما عندنا. اذا عندنا بعد اكثر من سكريات لازم نجيب لنا ستاندرد ويكون عندنا كولوم ثاني. دكتور كولوم يختلف عن هذا الكولوم، بس اكو سكريات على هذا الكولوم، نعم. يعني بس اكو سكريات روتيشن تايم مالتها مثل المالتوز، دخل عندنا وايل الجلوكوز ضاع، دخل وايل الجلوكوز، فهذا السبب لنا ارباك. هنا انا لازم شني نفكر بانه يا نوع عندنا من السكريات اللي مفصوله تكون متباعده عن البيكس ما تتداخل، هنا راح نستخدمها. ونفكر ايضا بمصدر الفاكهه، شنو السكر السائد بيها، شنو انواع السكريات الموجوده بيها. هي طبعا شيء اكيد احنا فركتوز وجلوكوز هذا سائدات موجوده، ولكن هناك سكريات اخرى كميات تكون قليله. تعرف انه الفاكهه بصوره عامه سكرها هو سكر الفركتوز، يجي وراء كلوكوز وتنزل من عندنا. العفو بس هنا دكتور، تعال لنا دكتور محمد، احنا نريد نسالك على السكريات اللي في العسل، بعد ما احنا انت رجل متخصص بجانب الكيمياء العسل، هذا التفاوت اللي يكون